طيب مش ناخد اللغة الرسمية. كيف إيه. بس بوسنا. إيه قدر كده. معالي الوزير، زيارتك للإمارات زيارة ذات صبغة خاصة أم زيارة رسمية أم الاثنين؟ والله زيارة ذات صبغة خاصة. بطبيعة الحال احنا جينا أولا نقف على مستوى المنتخب نتاعنا باش نلعب مباراة مع مصر، وبطبيعة الحال استغلوا الزيارة هذه باش نقابلوا عديد من المسؤولين في الإمارات، نستغلوا الفرصة هذه لأن عندنا علاقات ممتازة ومميزة مع الإمارات، وأعتقد أن فرصة نقابل المسؤولين خصوصا وزير التعليم وزير الخارجية وكيل في وزارة التربية وبطبيعة الحال رئيس الاتحاد كرة القدم يوسف السركال. يوسف السركال باش نحاولوا انو معناتها نزيدو ندعموا العلاقات الاخوية بين تونس والامارات في المجال الرياضي والتعليم، وبطبيعة الحال لا ننسى ان اكثر شيء يهمنا هو الانتدابات. انتدابات نعرفوا ان عندنا معاهد عليا في تونس 4 معاهد، واحنا الامارات من البلدان اللي تعاون في تونس في الانتدابات، ويمكن اكثر دوله في الخليج تنتدب من تونس، وان شاء الله معناتها الاخوان يتفاهموا ونتمناو ان حتى يساعدونا في المنشات الرياضيه، واحنا نتمناو لان نعرفوا ان الوقت الحاضر عندنا مدينه رياضيه في صفاقس نحاولوا نحضروها ونايبوها، واعتقد ان ممكن دول الخليج تساهم في المدينه هذه لان صفاقس تستحق ان يكون عندها مدينه رياضيه، وان شاء الله باش نبسطوا الموضوع على معالي وزير الخارجيه الشيخ عبد الله بن زايد، وان شاء الله يساعدنا، واحنا نعرفوا ان الامارات دائما سباقه في مساعده تونس. في موضوع على طاوله الوزاره، موضوع شائك اللي هو عودة الجماهير إلى الملاعب، وفما الجانب الأمني، هل تم الاتفاق حول موضوع العودة إلى الملاعب في الدوري الجديد اللي يبدأ في 4 نوفمبر؟ إن شاء الله إن شاء الله، إحنا عازمين معناتها باش البطولة القادمة ترجع بالجمهور، وعقدنا أول جلسة عمل مع وزارة الداخلية عنده منذ أسبوع، وقع مع تفاهم بين طرفين وزارة الشباب والرياضة والداخلية أن الجمهور باش يرجع إن شاء الله بطبيعة الحال باش يرجع للجمهور المحلي، كانت الاتفاقية الأولى الجمهور المحلي يعني جمهور الفريق اللي يستقبل بطاقات اشتراك زابوني أقل من 18 سنة ما عندوش حق يدخل، وباش نحاولوا ان الناس اللي معناتها تعمل مشاكل في الملاعب قائمه سوداء يعني. ما نقولوش قائمه سوداء، الناس اللي تعمل مشاكل في الملاعب انهم يحاولوا يتصدروا، وفما قرارات اخرى حاولوا ان قاعدين كونا لجان لجنه بين وزاره الداخليه ووزاره شؤون الشباب والرياضه، وقاعد ينظروا في النقاط هذوما، وان شاء الله معناتها يزيدوا هناك اشياء اخرى باش تدخل اتفاقيات اخرى، لكن شيئا فشيئا ان شاء الله باش نرجعوا بالجمهور، واعتقد ان حتى الناس تكون متفائله، وال البطوله الكل حتى كره اليد والرياضات الكل تقريبا باش يرجعوا بالجمهور ان شاء الله بدايه من 4 نوفمبر. نعرفوا حضور حرمان الجمهور من الحضور اضر بالانديه، مداخيل يعني قلت، حسب رايك الوزاره ماذا ستقدم لهذه الانديه سواء كانت كبيره او صغيره؟ والله العام الفارط تقريبا اعطينا كل نادي، قبل النوادي كانوا ياخذوا في 200 و 250 مليون. العام الفارط خذوا 450 مليون كل نادي. السنه هذه تعرف ان البطوله باش تكون المباريات اقل بكثير. رغم هذا باش نبقاو على 400,000 دينار. الدرجة الأولى ليك أون، الدرجة الثانية تقريبا 200 ولا 250,000 دينار،
الدرجة الثالثة تقريبا 50,000 دينار والدرجة الرابعة تقريبا ما بين 40-30,000 دينار. وهذه أول مرة في تاريخ تونس أن الدرجة الثالثة والرابعة يأخذوا بين 30-50,000 دينار. ونظام المجموعتين قبلته كل الأندية؟ قبلوه كل الأندية بتوعها. هناك معناتها أندية لكن أعتقد أن راضين بال معناتها التقسيم هذا، وأعتقد أن يعرفوا أن السنة القادمة بتكون سنة طويلة صحيح رغم أن 14 مباراة لك سنة طويلة، لأن هناك لا ننسى مباراة المنتخب كأس أفريقيا وكأس العالم تصفيات والفرق اللي شارك كأس أفريقيا والالتزامات الأندية، ومن بعد إن شاء الله 2014 نرجعوا ل 14 النادي. لكن أهم شيء أنا أقول الجمهور، إن شاء الله الجمهور يكون متفاهم. شاهدنا أول الأسبوع هذا المنتخب لعب بالجمهور في مستير وكان جمهور بصراحة منضبط، قدم إضافة كبيرة للمنتخب إن شاء الله يكون قدوة للجماهير الكل، لأن نعرف أن عندنا سنتين نلعب بدون جمهور هذا أثر مش أثر حتى على مردود الفرق، لأن شاهدنا المستوى بصراحة مستوى نقوله ضعيف دون المستوى، لهذا أعتقد أن الحضور الجمهور يمكن يزيد يحسن أكثر في المستوى ويعطي دعم أكثر للفرق، ولهذا أعتقد أن إن شاء الله الجمهور يكون ملتزم ويكون منضبط. فما ظاهرة لافتة النظر في السنوات الأخيرة الهجرة، فما نزيف هجرة تونسيين لاعبين للخليج لأوروبا، أنتوا كيف كوزارة كيف ترون هذا الموضوع؟ تفضلوا أنه اللاعب يمشي لأوروبا أو يمشي للخليج؟ لأنه في كلام كثير على الخليج وأنه اللاعب يفقد من مستواه، وفي أوروبا أنه يتقدم مستواه، شو رأيكم؟ والله لا، أنا أقول هذه مشكلة اللاعب، مشكلة اللاعب. عديد من اللاعبين لعبوا في الخليج وشاهدنا حتى فرقة يلعبوا في الخليج فما انتقلوا يلعبوا في أوروبا. صح. عبديتو ليه لعب في قطر وانتقل أفضل اللاعبين أصبح وعديد اللاعبين، ولهذا أعتقد الانضباط اللاعب يعني في بعض الأحيان أنه اللاعب لما ينتقل الخليج يعتقد أن البطولة بشكون سهلة ويعتقد أن الكرة سهلة، ثم يفاجأ ويلقى صعوبات كبيرة وما يندمج وما يقدمش برضو طيب وما يعطيش إضافة للفرق، ولهذا أعتقد أن اللاعب لما ينتقل للخليج أو أوروبا لازم يكون منضبط. طيب سؤال أخير، الأزمة الأخيرة متاع يوسف المساكني، الوزارة لم تتدخل حسب علمنا، القرار تم اتخاذه بين المدرب والجامعة، الوزارة كيف ترى هذا الموضوع الأزمة هذه؟ والله إحنا دائما ما نحبوش ندخلوا في قرارات الجامعات، وهذا مسؤولية الجامعة. أنا حسب رأيي ممكن كنا المشكلة تبقى بين اللاعب والمدرب، وإذا في مشكلة بالنسبة للاعب أن بعض المباريات يمكن تقع معاقبة اللاعب هذا، لأن كبرناها ونقول دائما أن المفروض ما توصلش إلى رئيس الجامعة، المشكلة هذه تفض في بين اللاعبين والمدرب واللاعب والمسؤول اللي متواجد مع المنتخب، ولهذا أعتقد أن زوب عملنا وما كانش في صالح المنتخب، ما كانش في صالح الجامعة، ما هيش في صالح حتى اللاعب، ولهذا إن شاء الله نفداه الأشياء ذوما في المباريات القادمة، وأعتقد أن المدرب واللاعبين عندهم إمكانية باش يحلوا مشاكلهم بين بعضهم بدون أن توصل إلى مستوى معناتها اللي شاهدناه في الأسبوع هذا. المساكن كان يمكن يعطي إضافة كبيرة للمنتخب، أنا أقول مع الانضباط، انضباط هام جدا، لكن لما تحلل المشكلة أنا مشكلة مش كبيرة، كنا يمكن معناتها نعالجوها بسهولة تامة، ولهذا هذه خبرة وهذه مسؤولية الجامعة، وإحنا نقدروا دائما الجامعة، وإحنا لازم نكون وراء الجامعة. ولهذا أعتقد أن إن شاء الله في قادم الأيام أنا تحل المشكلة هذه، أعتقد أن مساكن المشجع المنتخب حاليًا إن شاء الله. آخر سؤال جاني توا سؤال، أنت طبعًا لاعب أسطوري بالنسبة للكرة التونسية، عشت الكلاسيكو تونس ومصر، غدوة تونس ومصر، عشت الكلاسيكو هذا كلاعب
وعشته ك يعني من بعيد. اليوم انت كوزير باش تحضر المباراه، شنو هي الذكريات اللي يعني تثير فيك هالمباراه هذه؟ فماش مباراه معينه بين تونس ومصر مازالت عالقه في ذهنك؟ دائما مباراه مصر وتونس دائما تكون مباراه كبيره لان المستوى متقارب. الفريق المصري ينسى فريق كبير، صحيح يمر بظروف صعبه لكن يبقى فريق كبير، واحسن دليل ان الاهلي ان شاء الله باش يوصل يلعب الادوار الاولى في الشامبيونز ليغ رغم انه ما يلعبش في الدوري، وهيك واضح لنا قيمه الكره المصريه. واحنا دائما حتى لما سالني رئيس الجامعه قلت له المفروض انكم تلعبوا المباراه هذه لان مباراه هامه، مباراه قد تحسن مستوى الفريق، ثم عندكم لاعبين جدد يمكن معناتها يقع تشريكهم وتقفوا على مستوى اللاعبين هذوم. ولهذا اعتقد ان دائما مباراه مصر وتونس فيها حماس، فيها اندفاع بدني كبير، فيها امكانيات فرديه عاليه والمستوى متقارب، ولو حتى هي مباراه وديه لكن تبقى على زعامه افريقيا ان دائما تكون مستوى كبير، ورغم ان كما قلت مباراه وديه. ولهذا اعتقد ان جات في ظروف صحيح صعبه لمصر، لكن انا اقول بالنسبه لتونس احسن تحضير لمباراه القادمه خصوصا في تصفيات كاس العالم. بالتاكيد مباراه ديسمبر 77 في ملعب المنزه 4-1 هي اللي خلت فيك يمكن اكبر ذكرى. هي احنا لا ننسى قبل كنت موجود عديد فيها. مباريات مع مصر لعبنا قبل كاس العالم، لعبنا تصفيات كاس فريق والعاب اولمبيه صح، وفي ثلاثه بعدها تصفيات تونس ازاحت مصر في كاس افريقيا وفي الالعاب الاولمبيه في كاس العالم، لكن مصر دائما يبقى فريق كبير، واحسن دليل ان مصر فازت في ثلاثة معناتها بطولات متتالية في كأس أفريقيا، وحنا قيمة الفريق هذا والمنتخب هذا، ونتمنى أن البطولة المصرية ترجع بسرعة لأن مصر قيمة ثابتة في الكرة الأفريقية والعربية والعالمية. شكرا توفيق. صباح الخير مالك. صباح الخير. ترقص مليح. حاجة من فضلك. حاجة.